بسيوني عبد السلام بسيوني. بسيوني بسيوني يا باشا، ده عشرة عمري، ده توأم روحي يا فندم والله. ده عشرة الكلية وفصيلة دم واحدة، ده احنا عشنا مع بعض أكتر ما عشت مع حضرتك وفوزية أختي سعد. يا أخ وطي صوتك شوية. تحت أمرك يا باشا، بس لو في حاجة الواد عملها قول لي يا باشا وأنا أدبه وده دفعته وأعرف أتصرف معاه كويس يا فندم. مفيش حاجة، أنا بجمع بس شوية معلومات عنه. من ناحية المعلومات يا باشا، أنت جيت لقناة المعلومات كلها. الواد بصراحة فندم بسيوني بسيوني ده بالذات أخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس أوي فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه فيه؟ حقيقة حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم؟ واطي. مين ده؟ الواد ده بالذات أوطى واحد في الدفعة، تصدق لا يا فندم سعادتك؟ بسيوني؟ وأخلاقه مش كويسة. الله. ولعلمك يا فندم ولا بد... أنا يا فندم ما أحبش أتكلم على حد وحش. أنت هتقول لي؟ سعادتك يعني إيه؟ طب وفصيلة الدم؟ دم إيه يا باشا؟ ده ما عندوش دم أصلا.